يا مدام قدته سهله جدا، انا هعملها بصباع رجلي الصغير. لا احنا مش عايزين صباع رجل حضرتك، احنا عايزين شغل كويس بليز، ما فيهوش اي غلطه. يا ستي وانا اتحداكي لو اي حد عرف يفرق ما بين الامضتين. طيب بص، ده عقد يثبت انه باع لي فيلا في الساحل، وريني بقى شطارتك فيه لغايه اما اجيب لك بقيه العقود من جوه. اوكي. استني هنا، ايه اللي انا شفته بره ده؟ انت بقيتي رئيس عصابه زي ما طارق بيقول ولا ايه؟ والله لو عندك حل تاني خلينا نحافظ على المستوى اللي احنا عايشين فيه، اتفضلي قولي لي وانا ماشي الراجل ده من بره. هو مين ده اصلا وانت تعرفي الاشكال دي منين؟ ده مزور بس على تقيل قوي، عرفته من واحده صاحبتي كانت بتطلق من جوزها، ما كانش كاتب لها اي حاجه، ظبط لها كل الورق، اخدت فيلته وعربيته. ده طارق لو عرف هيرمينا في الشارع. مش هيلحق، الراجل ده هيخلص لي الورق بتاع فيله الجونه وفيله الساحل وشركه دبي، هخلص كل الحاجات دي واسافر. يعني ايه هتسافري وتسيبيني؟ والله العظيم هنروح في داهيه من افكارك دي. طبعا مش هسيبك، هاخدك معايا بس لما اظبط اموري هناك، ولو سمحتي بقى خليني دلوقتي بقى اعمل اللي انا عايز اعمله. عاملة ايه النهاردة يا لؤلؤ؟ الحمد لله يا ماما. تفتكري انت هتخفي باللي بتعمليه ده؟ وايه بقى اللي انا بعمله؟ يا حبيبتي مهما الزمن بعدنا عن بعض، ما عشتش معاكي سنين كتيرة في حياتك، لكن برضو هفضل فهماكي وعارفاكي وحاسة بيكي. دي حاجة اتزرعت جوايا من أول يوم شفتك فيه. بكرة حبيبتي تخلفي وتعرفي يعني ايه ام بتحس ببنتها. وانت بقى احساسك بيقولك ايه؟ احساسي بيقولي انك عارفه مين اللي كان عاوز يقتلك ومش راضيه تقولي. لا يا ماما، احساسك غلط. ماشي، لو انت مش هتصدقي احساسي هجيبها لك بالعقل. انت لو صحيح مش عارفه مين اللي كان عاوز يقتلك، كان زمانك دلوقتي زودتي الحراسه على الفيلا. ايه يا حبيبتي؟ ليه قلقاني عليكي قوي كده؟ ليه مخلياني مش عارفه انام طول الليل من قلقي وخوفي عليكي؟ يا لؤلؤ انت لو حصل لك حاجه تانية يا حبيبتي انا مش هستحمل. يا ماما اطمني، انا كويسه محدش يعملي حاجه. امال ليه بعداني عنك؟ ليه قافله على نفسك وبتفكري لوحدك؟ حبيبتي اذا كان العمر اللي فات عودك ان انت تشيلي همك وقلقك لوحدك فده عدى وخلص. خلاص يا قلبي انا معاكي دلوقتي، معاكي عشان اخفف عنك واشيل همك واطبطب عليكي لو اتوجعتي. كفايه اللي راح من عمرنا واحنا مش مع بعض. ما تخلينيش بعيده عنك وانتي جنبي. صدقيني يا حبيبتي ده هيبقى اقسى وامر عليا. والله يا ماما انتي اقرب حد ليا، بس في حاجات لازم تتعرف وقتها، لو قلتها لك دلوقتي ممكن ما تفهميهاش. انا عموما مش عايزه افهم لا الغلط ولا الصح، وانت حره في اللي عاوزه تحكيهولي واللي مش عايزه تحكيه. انا كل اللي انا عاوزاه ان انا ابقى مطمنه عليكي، ما احسش ان في حد جنبك عاوز ياذيكي. طمني، ما حدش هيقدر ياذيني. انت مخلفه بنتي تعمل منها مصنع رجاله. مش خايفة عليكي من عقلك، عشان أنا عارفة إن عقلك يوزن بلد. أنا كل اللي خايفة عليكي منه حبيبتي هو قلبك. قلبي خلاص يا ماما، أنا فرقت من جوايا اللي بحبه واللي بكرهه، قوت قلبي عشان أعرف الطريق الصح. مش ده كلامك ليا؟ أنا خلاص قربت أوصل للطريق الصح، متقلقيش عليا.